صباح الخير يا جماعة، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله بخير. قبل كل شي عم بعمل فنجان الصباح مشان أعرف أشتغل بالبيت. يسعد الله صباحكم. حطيت معلقة كوفي وحطيت معلقة شوكليت. هلا بس يفور الحليب بحطه. يلا هلا ليفور الحليبات، لازم يفوروا لحتى حطهم هوني، وان شاء الله بيعجبكم. هلا لكن حيفوروا اذا الله رد، بس لسه شويتين بس يغلو. عم يغلو اهل هيدا، هو عم يغلو. يلا تفضل. حطيت الكيك وان شاء الله باذن الله بشربهم بالهنا وصحتين وعافيه.